حضرتك انا كان ليا نقاش كتير مع السادة النواب، ناس كتيرة يا فندم. حضرتك احترام العقود واحترام العهود وارجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا، ده اللي اتكتب على المجلس من القرارات الجريئة بقية ان هو ياخدها. وانا عارف زي ما قلت لحضرتك كلنا هنعاني شعبيا، لانه في حصل حملة منظمة اظن بانت يا فندم، ادعاءات منها كثيرة كاذبة. انا استاذن حضرتك في حاجة، بعد ما ناخد القرار ان شاء الله ايا كان القرار، اللجنة المحترمة المقررة اللي جت عرضت لازم يا فندم تطلع تعرض للناس الحقائق كلها عشان الناس تبقى عارفة الحقائق بالظبط وقرارات اتخذت على اساس ايه، وتعرف ما هو الصح وما هو الخطأ. حضرتك اتكتب علينا يا فندم ناخد قرارات جريئة ان احنا بنقف نساند الدولة، وبقول الدولة وليست الحكومة وبأكدها، نساند الدولة في القرارات الجمهورية اللي تم اخذها، بساند الدولة وبساند القيادة وعلى رأسها حضرتك القوات المسلحة اللي بثق فيها تماما في القرارات. وزي ما أكدت لحضرتك قرارات صعبة، أنا عارف كلنا هنعاني شعبيا، عمل علينا حملة معلش بنعاون ربنا سبحانه وتعالى وما بنستغلش على الثقافة الشعبية. وبناء عليها يا فندم انا موافق على هذه الاتفاقيه.